راح يسامح، انا مش عارفه اقول لك ايه الحلاوه والشياكه اللي انت فيها دي. وبعدين بسم الله ما شاء الله التناسق الالوان عندك تحس انها متضاربه متناسقه كده. الحلقه الجديده حاجه يعني بصراحه، يعني ده انت كده نجم الجيل. الكلام ده ليه انا يا انجي؟ طبعا يا سامح، طبعا انت برنس الطرب الشعبي. انا مش مصدق يا انجي، انت عيانه ولا ايه؟ في الحقيقه انا كنت عيانه بس خفيت لما عرفت ان انت وامثالك. ايوه تشتم يا انجي؟ لا طبعا مش هقدر اشتم. انت وامثالك يعني بتحسوا بالناس، بتحسوا بمعاناتهم، بتحسوا بيهم وبمشاكلهم، بتطلعوهم من احباطاتهم. بجد ونعم يا انجي؟ طبعا عشان كده انا قررت قرار مصيري. ايه هو القرار؟ انا هغني. بجد هتغني؟ دي حلاوه قوي قوي. علشان كده أنا بصراحة جاية لك علشان تتبناني يا سامح. أنا عايزة أبدأ السلم الفني من تحت، من الحضيض، وهغني أغنية سيب رجلي. سيب رجلي؟ هو أنا ماسك رجلك يا إنجي؟ عيب يا سامح، اسم الأغنية كده سيب رجلي. أيوة مش دي اللي كاتبها علي؟ أيوة بالظبط، وأنا عرفت منه إن أنت اشتريتها علشان سوس تتغنيها قصادك في الفيلم الجديد. بس أنا جاية قبلك النهاردة علشان أنا اشتريها منك، ولا سوس أحسن مني؟ إزاي بقى؟ بلا سوستة بلا بوستة، اعتبر الأغنية معاكي. متشكرة قوي متشكرة، أنا عمري ما هنساها لك يا برنس الطرب الشعبي، بس هردها لك قريب قوي في المجاري. مجاري؟ فيلم اللي جاري في المجاري. ايوه اللي جاري في المجاري، ده اسم جميل جدا. بص يا انجي، تقدري ترديها فورا، ده لو قبلتي بطوله الفيلم قدام. بتتكلم بجد يا سامح؟ بطوله الفيلم مره واحده؟ طب وسوستة؟ سوستة هقفلها. قصدي همشيها. حرام نقطع عيشها، يلا في داهيه. طيب اوكي يا سامح، بص انا حاسه ان ده كتير قوي عليا ان انا استوعبه، فاديني فرصه افكر. نخلص الاول من تصوير الاغنيه وبعدين افكر في الفيلم. فكري يا انجي، ده احنا هنبقى دوينتو ما حصلش. دوينتو؟ موحه وانوج، انوج وموحه، هنبقى نجنن. بس هيبقى في مشكله صغيره يا سامح. خير؟ يعني فرق الطول بس، ما تقلقش، في دلوقتي جزم رجالي بكعب، او ممكن اشبك لك. طب لما نغني بقى ونرقص ونكسر الدنيا، علي هيعمل ايه؟ علي ممكن يلم النقطة. ها؟ أو نجيب له النقطة يعني. ايه؟ راسي، عربيتك صغيرة قوي، أنت كل حاجة عندك صغيرة كده؟ مش كل حاجة يا انجي. لا أنت أدرى.